مساء الخير جميعا، واهلا بكم في 90 دقيقه مع معتز الدمرداش. الحقيقه النهارده هنبدا بحدث كبير شهدته مصر النهارده عندما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اكبر قاعده عسكريه في الشرق الاوسط وافريقيا، قاعده محمد نجيب العسكريه في مدينه الحمام بمحافظه مطروح. وبافتتاح القاعده العسكريه تم رد الاعتبار لاسم محمد نجيب أول رئيس للجمهورية، ومحمد نجيب هو الرئيس اللي تم تحديد إقامته على مدار 30 سنة من سنة 54 ل 84، وهو الذي أهمل كثيرا ومات وحيدا في منزله بمنطقة المرج بعد أن كتب مذكراته. طبعا كان في تصريحات النهاردة للرئيس السيسي في أثناء الاحتفال بافتتاح هذه القاعدة العسكرية الاستراتيجية، لما قال أنه لا يمكن التسامح مع من يمول الإرهاب بمليارات الدولارات فيتسبب في مقتل مواطنين. ويعني من المعروف أن مصر بتواجه تحديات فرضتها عصور وأزمنة متعاقبة، وكما خاضت من قبل معارك الاستقلال الوطني وتحرير الأرض، فهي بتخوض اليوم معركتين فاصلتين، مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية. ده كلام جاء النهاردة في تصريحات الرئيس السيسي لدى افتتاح القاعدة العسكرية في مدينة الحمام، قاعدة محمد نجيب العسكرية. اللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنوية الأسبق معايا حاليا على التليفون مباشرة يعني الحديث حول هذا الموضوع. سيادة اللواء مساء الخير وشكرا على المشاركة في 90 دقيقة. اهلا بك يا معتز. اهلا. كل سحرك كل سنة انت طيب. انت طيب. الشعب المصري هو طيب باجمل مناسبة لنا، وهي مناسبة ثورة 23 يناير. حضرتك ممكن تكلمنا عن الحدث اللي النهاردة بيفرض نفسه الحقيقة. طبعا هو الحدث النهاردة حدث كبير جدا، ان برضو نشر لدى المشاهدين ان مصر بدأت تدخل النهاردة بمنظومة جديدة وهي منظومة القواعد العسكرية. نشرح يعني ايه القواعد العسكرية. اتفضل. القواعد العسكرية هي منطقة بتتواجد فيها قوات البرية، قوات الجوية، قوات الدفاع الجوي، باقي عناصر القتال، وتبقى هناخد النظام الاوروبي بقى دلوقتي ان يعيش فيها بقى الفرد المقاتل الجندي، ضابط بيبقى بيته موجود، الصف ضابط، النوادي بتاعته، اللي زي ما شفت النهارده كل حاجه جاهزه عشان الفرد يعيش فيها المقاتل. طب السؤال، طب احنا عملناها ليه في المنطقه دي دلوقتي؟ كقاعده عسكريه. احنا عندنا ثلاث اتجاهات استراتيجيه في مصر. كويس. عسكريين بقى واحنا بنتكلم. عندك الاتجاه الاستراتيجي الشرقي، وده بتاع سيناء وفلسطين واسرائيل. عندنا هناك الجيش الثاني والثالث، ودول لهم مهام قتاليه بيشتغلوا فيها. ايوه. الاتجاه الاستراتيجي الثاني اللي عندنا في مصر وهو الجنوب بتاع اسوان، وده حاليا بتاع السودان، وده حاليا ما فيش عليه ضغط كتير. لكن الاتجاه الاستراتيجي الثالث بتاعنا اللي ناحيه الغرب ناحيه ليبيا، بدا يظهر لنا ان هذا الاتجاه اصبح يهدد الامن القومي المصري. عشان كده بدينا نحط ثقلنا كعسكريين في هذا الاتجاه. ليبيا النهارده فيها يا معتز، انا بقولها في كل حته، فيها خمس عناصر ارهابيه. فيها الدواعش بتوع ليبيا، الدواعش الهربانين من سوريا، الدواعش اللي هم هربانين من العراق، بعدين الناس بتاع بوكو حرام اللي في الشمال اللي عند نيجيريا، كل دول في ليبيا، وبعدين اخيرا الناس العائدين من افغانستان مش لاقي لهم حته قعدوا فيها. كل دول النهارده بيهددوا الامن القومي المصري. فانت محتاج يا ست اللواء، اللي فهمته من كلام حضرتك ان المنطقه الغربيه الشماليه دي تكون مؤمنه ويبقى فيها قوات وقواعد تردع كل من يفكر ان هو يهاجمك عن طريق البوابه الغربيه. برافو عليك، وده اللي حصل النهارده، ان احنا بدات تنشئ قاعده عسكريه لاول مره في مصر هيتواجد فيها حجم كبير جدا من القوات المختلفه. ولذلك النهارده كان حد بيشرح حته ثانيه يقول لك ايه؟ طب ما في القواعد الامريكيه اللي موجوده في الظهران وموجوده مش عارف في قطر، لا لا احنا اكبر. ليه؟ القواعد اللي هناك هي قواعد فاضيه، هي عناصر اداريه عشان تستقبل
اي قوة تيجي تنفذ عملية. لكن لما النهاردة كانت حقيقة يقول ان دي اكبر قاعدة عسكرية في المنطقة، ان فيها اكبر حجم من التجميع القتالي عشان يواجه زي ما انت قلت كلمة جميلة جدا، البوابة الغربية لمصر. حاجة تانية يا معتز، النهاردة عندك انت بتبني اكبر مفاعل نووي في المنطقة كلها في الشرق الاوسط، مفروض مظبوط لازم حد يأمنه. اذا ده بيتواجد حجم عسكري، وهنقول كمان ليه بعد كده. ايضا عندك مناطق البترول اللي انت موجوده في الصحراء الغربيه كلها لازم تامنها. النهارده يا معتز الدول كلها بتجيب قوات عسكريه عشان تامن ثرواتها. اليابان بعد ما كانت منعه يبقى عندها جيش من ايام 45 في الحرب العالميه الثانيه، دلوقتي بتبني جيش عشان يامن استثمارات اليابان. طبيعي. فعشان كده النهارده انت والنهارده اعلن لاول مره في مصر ان احنا جبنا الاس اس 300، وهو نظام صواريخي مضاد للصواريخ والطائرات، وده احدث نظام صواريخي في العالم للدفاع الجوي. تمام. في ليه؟ عندك مفاعل نووي عايز تحميه. انت فاكر المفاعل النووي اللي كان في العراق وكانت اسرائيل تطلع تضربه وترجع؟ اذا انت لما يبقى عندك حاجه كده لازم تامنه. ولازم تكون عندك قوات قادره على التامين. طبعا. النهارده انت بتبني قاعده عسكريه قويه فيها قوات مقاتله، مش عايز اقول تصل 20-30 ألف، فيها قوات دفاع جوي، فيها كل وسائل التدريب، فدي بدايه جديده للقوات المسلحه انها تنشئ مثل هذا الاسلوب في مصر. وبعدين ست لواء، حضرتك قلت حاجه الحقيقه لفتت نظري، لانها ربما يعني ما حدش كتير يفكر فيها، مساله انك انت داخل على مشروع ضخم زي المحطه النوويه بتاعه الضبعه، وهي يعني في طبعا قريبه من هذه المنطقه اللي هو الشمال الغربي لينا، اللي هو عندك من بعد كده الاسكندريه وانتهاء حدود اسكندريه بتدخل على جنب الحمام على محافظه تخش على محافظه مطروح مطروح. ايوه بالظبط، الحته دي كلها فيها هذا الكلام. وبالتالي انت بتبعت رساله يعني برضو اعتقد لمضي مصر بجديه في مشروع الضبعه. الله ينور عليك يا معتز. انت قلت احلى كلمه في الحوار النهارده. ما تم اليوم يا معتز هي اسمه رساله ردع معنوي. يعني القوه العسكريه اللي طلعت النهارده كانت بتقول للناس كلها الردع المعنوي ان انا بردعك من غير ما اعمل حاجه، بتشوف فبتتخض. في الردع بقى الايجابي ان انا اروح اضرب. تمام. انما الردع المعنوي اللي تم النهارده، انت وريت العالم انت عندك قوه قد ايه. انت نزلت في ارض الطابور النهارده 1500 جندي صاعقه نزلوا في ارض الطابور. طب فين الباقي اللي في سينا دي؟ اذا انت عندك الاف من العناصر دي، فالنهارده انت بتدي ردع معنوي لكل من تسوي له نفسه في بره مصر او حوالين مصر او في اي دوله. ويجي يلعب في مقدرات مصر، هتقول له لا احنا عندنا جيش قوي هينفذ اي مهام عشان يحمي الاهداف الاستراتيجيه. ايوه. يوم ما جبنا الاسترال ليه؟ لانك انت عندك ابار بترول جديده موجوده في البحر المتوسط كان لازم تحميها. مش لسه هستنى يا معتز 2020 لما اطلع الغاز واصدر وبعدين اجي اقول ده انا عايز امن. بس اللي عندها فكر مسبوق، عشان كده جابت الاسترال وجابت الميراج، كل ده عشان يعمل ايه؟ عشان يبقى قادر انه يامن بلدك. وشوف الحجم العسكري، شوف القوات الموجوده النهارده في دوله في العرب في المنطقه عندها مثل هذا الحجم اللي موجود من القوات. اللي كنا بنسميه النهارده ردع معنوي، ونجح فيه سياده الرئيس حقيقي عشان ما حدش يفكر يقرب ناحيه مصر. طيب هل مغزى اطلاق اسم محمد نجيب، وهو تعالى نقول في ابسط تعبير الشخصيه التاريخيه اللي ربما ما خدتش حظها ولا خدت يعني التركيز الاعلامي الكافي لما جينا نكتب التاريخ عن ثوره يوليو وما بعد ثوره يوليو والمراحل المختلفه اللي مرت بيها مصر، اطلاق اسم محمد نجيب ايه مدلوله بالنسبه لك يا ست اللواء؟ اعتقد هي لفته كريمه جدا من القوات المسلحه اولا ومن مصر ثانيا انها لا تنسى ابناء محمد نجيب. لما الثورة قامت ولو كانت فشلت كان هو وعبد الناصر ومجلس قادة الثورة كلهم هيعدموا ثاني يوم. فإذا ده راجل حط كفنه على ايده وقاد الثورة وكان أول رئيس جمهورية لمصر، فمن حقنا إن احنا نكرم هذا الرجل خاصة إنه ظلم في الفترة الأخيرة من حياته. فأعتقد إن هذا التكريم النهاردة من مصر ومن القوات المسلحة
كان تكريم رائع ويستحقه، ولازم يا معتز ايوه رموزنا لازم نكرمها طبعا ولازم نحتفي بيها، ولولا ثورة 23 يوليو ما كانش تغير كل الموقف ده في المنطقة. فطبعا كان إجراء سليم وكان تكريم من مصر مرة ثانية لهذا الرجل اللي قاد الثورة في 23 يوليو. ودي لفتة يعني عايز أقول هتحسب ما فيش شك لمصر إنها بتتذكر رموزها وبتكرمهم مهما طالت فترة. يعني الراجل متوفى من شوف من سنة كام؟ حوالي 30 سنة وأكتر. فشيء مبشر جدا وجميل. أنا بشكر حضرتك جدا على كل هذه المعلومات، بصراحة كلام مهم جدا. الخبير الاستراتيجي المعروف اللواء سمير فرج. معايا الأستاذ جميل عفيفي دلوقتي نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ جميل مساء الخير، شكرا على انضمامك لنا في هذا الحوار، وإحنا النهاردة بنبرز الحدث الأكبر عندنا، افتتاح القاعدة العسكرية في الساحل الشمالي أو في مدينة الحمام في محافظة مطروح. أبرز الرسائل في تصريحات الرئيس السيسي بالنسبة لك إيه؟ هو طبعا أبرز الرسائل من بداية اليوم وحتى نهاية الاحتفال أن مصر دولة قوية جدا، مصر أقوى دولة في منطقة الشرق الأوسط، مصر غيرت الفكر الاستراتيجي العسكري بتاعها، وكل يوم بتطور الفكر الاستراتيجي بناء على التهديدات اللي بتشهدها المنطقة من عناصر إرهابية ومن عمليات تمويل للجماعات الإرهابية. الإرهاب العابر للحدود أصبح دلوقتي خطير جدا وأصبح هو العدو الأساسي، فيجب على مصر أنها تغير استراتيجيتها في التعامل مع هذا العدو المتخفي اللي مش ظاهر. أننا خلي بال حضرتك يا أستاذ معتز أن في الحروب العادية الجيوش النظامية بتبقى عارفة العدو اللي قدامها، بتبقى عارفة إمكانياته، بتعرف تحاربه إزاي أو تدخله من أي منطقة. لكن الحروب مع الجماعات الإرهابية والفكر الجديد اللي ظهر في الفترة الأخيرة ده بيتطلب تدريب جديد، بيتطلب أنواع من التسليح جديدة، بيتطلب أيضا التغيير الاستراتيجية العسكرية في الوقت الحالي. واستطاعت مصر خلال الأربع سنوات الماضية أنها تغير من فكرها الاستراتيجي، أنها تغير من تسليحها، انها تمتلك قوة ردع قوية جدا. خلي بال حضرتك ان الارهاب دلوقتي ما هوش يعني هو طبعا عابر الحدود، لكن انت ممكن في اهداف استراتيجية دي كتير جدا انت لازم تحافظ عليها، لازم تأمين البحر الاحمر، لازم تأمين البحر الابيض. انت بتطور من استراتيجيتك وادائك طول ما انت ماشي على حسب تطور برضو الخصم او العدو بتاعك. تعالى نقولها بكل صراحة. بالظبط بالظبط طبعا. انت طول ما هو بيغير فكره وانت كمان بتغير، وانت كمان فكرة. بتطور طبعا بالظبط بالظبط يعني كويس. وخلي بالك انتقلنا مره اخرى، يعني الفكر الجديد في بناء قواعد عسكريه، القاعده العسكريه المصريه اللي موجوده دلوقتي هي الاضخم في منطقه الشرق الاوسط بلا 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 منازع يعني. أيه. ده الهدف منها اولا واخيرا الحفاظ على الامن القومي المصري، الحفاظ أكيد. على الحدود المصريه. خلي بال حضرتك ان المنطقه الغربيه حدودنا 1200 كيلو، ال 1200 كيلو انت عندك على الجانب الاخر مفيش حرس حدود، مفيش قوات قادره على السيطره على ال 1200 كيلو، فانت قواتك هي اللي بتسيطر وهي اللي بتحافظ على قواتك. فلازم يكون في قوة ردع، قوة الردع دي بامتلاك قاعدة عسكرية تمتلك جميع الأسلحة المشتركة، تمتلك الأفرع الرئيسية تمثلها الأفرع الرئيسية. وده كان أستاذ جميل، ده كان باين جدا في البث المباشر والتغطية اللي حصلت للاحتفالية الكبيرة اللي اتعملت النهاردة صباحا بحضور الرئيس السيسي. على كل حال اعذرني على المقاطعة، بس أنا بشكر حضرتك جدا على كل هذه المعلومات وعلى المداخلة الهاتفية. أستاذ جميل عفيفي نائب رئيس تحرير الأهرام، متحدثا عن قاعدة محمد نجيب العسكرية اللي تم افتتاحها صباح اليوم بحضور الرئيس السيسي وعدد كبير من الشخصيات العامة يعني وضيوف مصر الكرام. دلوقتي قبل الفاصل هسيبكم مع فيلم تسجيلي اتعمل عن هذه القاعدة
العسكرية اللي بتوصف بأنها أكبر قاعدة عسكرية مش بس في الشرق الأوسط وفي أفريقيا على الإطلاق. وبعد كده نرجع نكمل باقي فقرات 90 دقيقة، اوعوا تروحوا في أي حتة. يتحدث الحاضر عن نفسه، فتروي مسيرة الأحداث صفحات من بطولات وإنجازات القوات المسلحة المصرية. هكذا فرضت التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية أن تحظى مصر بنقلة نوعية في منظومتها التسليحية وقدراتها القتالية على كافة المحاور الاستراتيجية. هنا في المنطقة الشمالية العسكرية يعلن الحاضر عن وجوده على أعلى مستوى من الكفاءة القتالية بإنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية. في إطار خطط التطوير الشامل للقوات المسلحة واستناداً لتقدير المخاطر والتهديدات، فقد ارتأت القيادة السياسية ضرورة إنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، بحيث تضم تجمعات قتالية قوية قادرة على تنفيذ كافة المهام، ومن أبرزها قاعدة محمد نجيب العسكرية بالمنطقة الشمالية، والتي تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر. قاعدة يتمركز بها تجميع قتالي قوي، ويتوفر بها المأوى الحضري وميادين التدريب المجهزة بشكل حديث ومتكامل، يعكس كفاءة القوات المسلحة المصرية وما شهدته من تطور متلاحق وكفاءة قتالية. إنجاز عسكري يحق لمصر أن تباهي به بين جيوش العالم بأسره. مئات المنشآت الناهضة في مجال إعداد ورفع كفاءة الفرد المقاتل. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية ببناء قاعدة محمد نجيب العسكرية في تأمين المناطق الحيوية غرب الإسكندرية والساحل الشمالي، ومنها محطة الضبعة النووية، حقول البترول، مدينة العلمين الجديدة، ميناء مرسى الحمراء. كما تشترك قاعدة محمد نجيب العسكرية في تأمين حدودنا الغربية بالتعاون مع قاعدة براني العسكرية. وقد جاءت إعادة تمركز الوحدات العسكرية للمنطقة الشمالية في موقعها الجديد بمنطقة الحمام، وسيلة مثالية للحد من التكدسات المرورية داخل مدينة الإسكندرية. وبسواعد المهندسين العسكريين تم إنشاء 72 ميدانا شملت مجالات التدريب التخصصي. هذا بالإضافة إلى ميادين الرماية لمختلف الأسلحة. شملت المنشآت الجديدة فوجاً لنقل الدبابات الثقيلة، مع إعادة تمركز الفوج من منطقة العامرية إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية، ليتبع 151 ناقلة حديثة لنقل الدبابات، ليكتمل الكيان العسكري في القاعدة مع رفع كفاءة المنشآت وميسات الضباط والصف والجنود. وجاء إنشاء قاعة المؤتمرات متعددة الأغراض، والتي تتسع لألف وستمائة فرد بمثابة نقلة أخرى بما تحتويه من منشآت علمية وعسكرية وإدارية ملحقة.
وفي إطار اهتمامها الرياضي المتعاظم، أنشأت المنطقة الشمالية العسكرية عشرات المنشآت الرياضية، ومنها ملعب كرة قدم أوليمبي، وصالة رياضية مغطاة، وناديان للضباط وضباط الصف مزودان بحمامي سباحة. كما انتهت المنطقة الشمالية من تمهيد الطرق الطولية والعرضية بالقاعدة، وذلك بإجمالي 72 كيلو مترا، مع إنشاء 4 بوابات رئيسية و8 بوابات للوحدات. حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى إيواء المقاتلين، فقد تم رفع كفاءة وتطوير 27 استراحة لكبار الزوار، و14 عمارة للضباط، بإجمالي 308 وحدة سكنية تتسع لأكثر من 1460 ضابطاً، شاملة أحدث التجهيزات والأثاثات الفندقية، فضلاً عن 15 عمارة مثيلة لضباط الصف. منشآت جديدة يزيد من قيمتها استيعابها لضباط التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة، هذا فضلاً عن رفع كفاءة وتطوير مبنيين لإيواء الجنود بطاقة 1000 فرد، وتطوير نادي القاعدة الرئيسي على أعلى مقياس عالمي. مع تعاظم دور قاعدة محمد نجيب العسكرية، فقد اتسعت منشآتها الجديدة لتشمل إنشاء شبكات متطورة للمياه والكهرباء والري والصرف الصحي، مما أدى إلى استصلاح 1600 فدان وزراعتها بالحاصلات الموسمية، وزيادة المساحات الخضراء في نطاق المسؤولية لتغطي 20,000 متر مربع. كما تم الانتهاء من إنشاء محطة لتحلية المياه بطاقة تخزينية 2000 متر مكعب، وتجديد ورفع كفاءة 7 محطات صرف صحي. وامتداداً لرفع كفاءة البنية التحتية، قامت المنطقة الشمالية العسكرية بتطوير وتجديد شبكة الكهرباء عبر تركيب 5 محولات كهربائية جديدة بقدرة نصف ميجاوات، فضلاً عن تركيب ما يزيد عن 2700 كشاف ليد و50 خلية طاقة شمسية، تمشياً مع سياسة الدولة والقوات المسلحة في ترشيد الاستهلاك الكهربي. تتعدد الإنجازات وتتوالى المنشآت لتشكل ما يزيد عن 1155 منشأة حيوية، وتبقى قاعدة محمد نجيب العسكرية عنواناً للكفاءة القتالية وتجسيداً مثالياً لمعنى العطاء وقيم التضحية والبطولة والفداء. النهاردة محكمة الجنايات قضت بإعدام 28 من المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، وأصدرت أحكاما أخرى بالسجن بحق باقي المتهمين. يا ترى التفاصيل القانونية، هل دي أحكام نهائية؟ هل يحق لمحامي المتهمين بالطعن عليها؟ أسئلة كثيرة ممكن تكون يعني تنتظر الإجابات. معايا دلوقتي المحامي الأستاذ عصام عجاج، وأنا بوجه له التحية وبشكره على المشاركة. مساء الخير أستاذ عصام. مساء الخير يا أستاذ معتز، إزاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. تقدر تقول لنا إيه عن هذه الأحكام؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
محامي، محكمة الموضوع بتنظر القضية وفقا لأمر الإحالة زي ما حضرتك عارف. أمر الإحالة بيصدر من النيابة العامة بإحالة المتهمين اللي النيابة شايفة توافر أدلة الثبوت ضدهم في ارتكاب الواقعة. بترفع أمر الإحالة إلى المحكمة مشفوع بأدلة الثبوت ضد المتهمين. المحكمة بتنظر الدعوة بناء على الأوراق اللي معروضة عليها وأدلة الثبوت اللي موجودة، وبالتالي بيتم المرافعة وفقا للمعروف والمتعرف عليه بالنسبة للمحامين وسؤال الشهود وخلافه. قبل تعديل قانون الإجراءات الجنائية كان من حقي إن أنا النهاردة أطلب شاهد إثبات في الواقعة، وإن المحكمة لو ما استجابتش ليه يكون سبب من أسباب نقض الحكم، لأنها صدرت على حقي في الدفاع، وده سبب من أسباب الجوهرية إن هي ما جابتليش شاهد ممكن أنا أستفيد منه في الأوراق. كان بيتم إطالة أمد الدعوة يا أستاذ معتز، إن أنا ممكن أحصر أقول أنا عايز 20 شاهد. يعني في بعض الدعاوى عندنا زي اقتحام اسم كرداسة، زي قضية النائب العام وخلافها، بيبقى عندك أكتر من مثلا 50-60 شاهد إثبات. لا يمكن المحكمة تستجيب لكل واحد، انا اجيب له 50-60 شاهد بتوع عشان تسأله. تم تعديل قانون الاجراءات الجنائية، وبدأنا احنا النهاردة وفقا للتعديل ان احنا بنطلب الشاهد اللي احنا عايزينه او الشهود، والمحكمة بتشوف اذا كان هناك داعي لهؤلاء الشهود. يعني استاذ عصام اللي بتقوله، اللي حضرتك بتقوله، انا معلش استاذ عصام، هل اللي حضرتك بتقوله ده انه دلوقتي مع التعديل اللي حضرتك لسه قايله دلوقتي في قانون الاجراءات او الجنائية بيحقق مبدأ سرعة الانجاز في العدالة بتاعتنا، او يعني بنقفز على مرحلة بطء اجراءات التقاضي، ولا ده مسألة يعني هننجز بسرعة يعني في القضية؟ لا انا عايز اقول ايه، ان بعض يعني في لا يمكن ان احنا نختلف ان اقوال الشاهد مهمة جدا، وعايز اقول تفرس المحكمة في وجه الشاهد لما يجي بيختلف كتير. يعني ممكن قاعد في النيابة وقاعد براحته وبيتكلم براحته كل حاجة، ويجي قدام المحكمة تحت ضغط الدفاع واسئلة الدفاع ممكن يقول كلام غير اللي قاله في النيابة. ده موجود وده واقع، لكن للأسف بيستغل سماع الشهود استغلال خطأ من بعض الزملاء، ان كانوا بيطلبوا اكتر من شاهد ممكن ما يكونش، وكل شاهد مش موجود، ممكن يكون اتنقل، يستعصى ان هو يحضر في اي وقت من الاوقات ويصمم عليه ويكون في سبب في اطالة امد الدعوة. خلينا في موضوعنا، ان بعد تعديل الاقوال وتعديل القانون وفقا للي بيتم حاليا النقض كان الاول برضو في مسألة النقض، كنا بنقض الحكم ومحكمة النقض ترى ان هناك سبب لقبول الحكم او قبول النقض مبني على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله او خلافه، بتنقض الحكم وبترجع القضية من اول وجديد امام دايرة اخرى لتنظر موضوع الدعوة. النهاردة ده التعديل ده تم. ايه التعديل اللي تم بقى النهاردة؟ ان المحكمة اذا رأت ان الطعن مبني على بطلان في الحكم ده الجديد او بطلان في الاجراءات، تنقض المحكمة الحكم وهي اللي بتنظر موضوع الدعوة. ويبقى قدامها حاجة من ثلاثة، يا اما تصحيح الحكم او تأييده، او انها تتصدى بنفسها بقى للقضية. في كل الاحوال لا يجوز ادارة الطعن بطعنه. ما معنى يجوز ادارة الطعن بطعنه؟ يعني ان يعني المدافع او المحامي اللي طعن على حكم بعشر سنين وتم نقض الحكم، لا يجوز للمحكمة انها تشدده وتخليه 15 مثلا. لا يعني 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 لا لا يعاقب بمقتضى الطعن الا اذا كانت النيابه رافضه الحكم يا كمان. يعني لا يعاقب بعقوبه اخرى. لا يعاقب بعقوبه اخرى، لان انا قلت زي ما قلت لحضرتك ان هي بتتقيد، يا اما اذا كان الطعن قائم من الدفاع فقط خطا في تطبيق القانون، يا اما تؤيد الحكم معايا سعادتك، يا اما تلغيه، يا اما تعدله، ولكن لا يجوز تجديده. يعني ما يتعاقبش بعقوبة أعلى، ده ما معنى لا يجوز تجديده. لا يجوز معاقبته بعقوبة أشد من العقوبة المكذبة. القانون وبحور القانون الحقيقة بتدخل طبعا أكيد رجال القانون في يعني عايز أقول يعني بيبقى متعة كبيرة إن الواحد يفهم القانون والثغرات اللي موجودة فيه والمواد اللي بيستند إليها القاضي أو رئيس المحكمة في توجيه الاتهام أو الوصول إلى قرار
العقوبة. يعني بنتبسط جدا لما بنقدر ان احنا نلقي الضوء على مثل هذه الامور لفهم ما وراء يعني قرارات المحكمة. وفي هذه الحالة بنتكلم على محكمة الجنايات اللي قضت بإعدام 28 متهم في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار الشهيد هشام بركات. ألف شكر للأستاذ المحامي عصام عجاج على كل هذه الإيضاحات. ونروح لموضوع تاني لأنه في شخصية معروفة جدا كانت برا البلد بقالها كتير وبعد غياب 6 سنوات عن مصر وعقب تنازل هذه الشخصية عن 75% من قيمة ثروته عاد أمس رجل الأعمال حسين سالم ليستقر في مصر. تعالوا نتابع مع بعض هذا التقرير لمراسلنا محمد حكيم. بعد سجال قضائي طويل وصل رجل الأعمال المصري الأسطوري حسين سالم إلى أرض مصر عائدا من أسبانيا بعدما تصالح مع الدولة ورفع اسمه من قوائم المطلوبين. وحسين سالم هو أحد أهم وجوه نظام مبارك السابق وأشهر رجال الأعمال في عصره، فهو من أكبر المستثمرين في مجال السياحة والطاقة، وهو الملقب بالأب الروحي لمدينة شرم الشيخ، كما أنه شريك في ملكية شركة غاز شرق المتوسط المصرية، والتي كانت صاحبة الدور الرئيسي في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، إلا أن امبراطور الأعمال الأشهر أدين عقب ثورة يناير 2011 بعدد من قضايا الفساد، وألقي القبض عليه في يونيو 2011 في أسبانيا التي يحمل سالم جنسيتها، ثم أفرج عنه بعد ذلك بعدما دفع كفالة قدرها 27 مليون يورو. ومنذ ذلك التاريخ وسالم يخوض سجال قانوني طويل مع الحكومة المصرية لتسوية أوضاعه المالية والقانونية، إلا أنها محاولات باء معظمها بالفشل، حتى نجح سالم في الأخير في التصالح مع الدولة وتسديد كافة مديونياته، وتمكن في مساء الجمعة 21 يوليو من العودة إلى مصر وبشكل رسمي وعبر مطارها الأكبر مطار القاهرة الدولي، لتنتهي بذلك صفحة الملاحقة القضائية في كتاب حسين سالم الذي صرح عقب وصوله مباشرة أنه سيقيم في فندق لأنه لا يمتلك منزلا في مصر. وليبقى المتابعون في انتظار عنوان الصفحة الجديدة التي ستفتح في كتاب إمبراطور المال والأعمال الغامض حسين سالم. طيب هنروح محافظة كفر الشيخ لانه في شيء غريب بتتعرض له أسرة في كفر الشيخ. الأسرة الحقيقة بعتت للبرنامج مقاطع فيديو وصور بتقول فيها النيران بتشتعل في منزلها من غير سبب. هنعرض بعض المقاطع والصور وبعدها نرجع نتحاور حول هذا الموضوع. طيب يعني هو دي المقاطع اللي جات لنا بتصور بعض طبعا يعني الحيطان اللي جوه المبنى بتاع الأسرة اللي بتقيم فيه الأسرة، وواضح طبعا ان في آثار لحريق او شيء من هذا القبيل. على فكرة بس عايز اصحح معلومة ان المكان ده بالاس في الدقهلية، عذرا على هذا الخطأ. طبعا معايا بسام سلطان واحد من الاهالي اللي بعتولنا الصور. بسام مساء الخير، ممكن توضح لنا اكتر ايه اللي حصل عندكم؟ السلام عليكم يا استاذنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله اللي فعلا اللي حصل قدام منك اللي على الشاشة الوقت دوت برضو حصل واصعب من كده. يعني صعب صعب صعب، واحنا هنا مش اول مرة تحصل، ده دي ثامن مرة تحصل واحنا عايشين في حالة رعب. ازاي يعني انت بتصحى من النوم تلاقي البيت محروق كده ولا ايه بالظبط؟ احنا ممكن نبقى قاعدين في المكان وبعد ما نسيب المكان ونطلع نلقى المكان والع.
يعني اللي حصل قبل كده كنا بنقدر نسيطر عليه، اما ديت حصلت الشقه ديت اللي قدامنا على الشاشه دلوقتي حصلت وما قدرناش نسيطر عليه. الشقه بقالها عريس بقاله 9 شهور متجوز والشقه اتدمرت ومحدش سال فينا ولا حد جالنا ولا حد عبر. انتوا بلغتوا عن الموضوع ده؟ مبلغين وعاملين محضر في مركز بلقاء. طب وقالوا لكم ايه؟ قال لنا حاضر وعملوا المحضر وعلى كده، ومن ساعه ما المحضر اتكتب محدش شاف حد ولا حد جه. طيب انتوا دلوقتي بتلجأوا للاعلام، انتوا يعني فيما بينكم كاهالي المنطقه يعني ما انا عارف انه ثقافه المجتمع الاقاليم عندنا شويه بتبقى رايحه لمساله الجان وان دي اعمال وما الى ذلك. والله لا إيه والله الناس بتقول ايه يا بسام عندكم؟ والله يا استاذنا في من بعض المشايخ جات قال لك البيت نظيف وكويس وحلو، وبعد كده بنجي نبص بعد ما هم يمشوا نلقى البيت والع، واكثر الولعه اللي بتحصل من الاركان، الولعه بتحصل من الاركان، ولعه رهيبه مش ولعه مثلا حاجه بسيطه او كان وماني، ولعه رهيبه محدش. انا فاهم انا شفت المقطع وبعدين احنا بنعرضه واحنا بنتكلم مع بعض، بس انا عايز اعرف يعني الناس عندكم بتقول ايه؟ الناس والله يعني صحاب القريه واقفين معانا وبجد ما سابوناش، والناس يعني هنا في انهيار يعني مستغربين. ايه سبب الحريق يا بسام؟ ده اللي اقصده. والله سبب الحريق ان احنا نشك ان بيبقى في جان في المكان. في جان في المكان يعني انت انت متاكد من كده ولا هو دي الثقافه العامه اللي موجوده في الارياف؟ لا انا صاحب البيت ذات نفسه، وانا بقول على الهواء مباشره انني في اكيد 100% في جان في المكان هو اللي بيعمل كده. وهو اختار يعني البيت عندك بالذات ليه؟ الله اعلم. الله اعلم. ده انا ما اعرف يعني انت يعني انت باماره ايه بتقول ان البيت ده مسكون او في جان؟ احنا عايشين طول عمرنا في قلب البيت، والبيت دوت يعني طول عمرنا احنا مولدين فيه وموجودين فيه وما شفناش في اي حاجه وحشه. فجاه كده نبقى قاعدين في المكان وبعد ما نسيب المكان ونطلع مفيش لحظات نلقى المكان والع وبولع من مكان معين، مش مثلا يجي مثلا من النص ويولع، من هنا بيولع، بيجي من الطرف من الاركان ويقوم مولع. ولعه رهيبه. طب انت عارف استاذ بسام يعني في جمله مشهوره عندنا بتقول لك مع عفريت اللي بني ادم، ما شكتش في حد ممكن يكون بيعمل الموضوع ده يعني بفعل فاعل؟ لا احنا ملناش عداوه مع اي حد، واحنا ناس محبوبين عند الناس كلهم. مفيش طبعا جدال على كده، وانتوا ناس زي الفل. انا بحاول بس اعرف منك الظروف المحيطه بمساله الحريقه اللي حاصله في الشقه عندك. خليك معايا بعد اذنك بسام سلطان من اهالي بالقاص بالدقهليه، معايا الشيخ صبري عباده مستشار وزير الاوقاف، نعرف رايه في هذا الموضوع. فضيله الشيخ السلام عليكم. اهلا استاذ صبري، يا ترى تعقيب حضرتك ايه على ما نراه امامنا من اندلاع الحريق في شقه بطريقه غامضه؟ تعالى نقول السلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اولا هذا الامر قتل بحثا في هذه الاشياء، اصلها ما ليس روحي ولا معلش عايزك بعد اذنك يا فضيله الشيخ لو ممكن تكرر، لان صوتك مش واصلني بوضوح. مش سامعك كويس. هذا الامر قتل بحثا أي. وانقطع ان هذا الامر لا اصل له من قريب او من بعيد ولا صله للجان بهذا الامر، وان العمل فيها عمل مادي، ولا بد ان نبحث عن السبب المعنوي المادي لهذه الحقائق التي تحدث. ونظرا لان هناك اشياء كيميائيه واشياء اثبت العلم الحديث ان هذه هي اسباب التفاعلات في الحريق الناتج عن لا سبب مادي تراه العين. لكن لم يثبت لدينا في العلم الديني ان الجان يستطيع ان يفتعل اشياء ماديه او يضر الانسان باشياء ماديه، لكن كل ما ثبت لدينا
أن الجان يغير المزاج أو يعكر صفو الإنسان فقط لا. طيب خليك معايا فضلت الشيخ بعد إذنك. بسام، سمعت الشيخ صبري عبادة وهو مستشار وزير بيقول لك إيه؟ يعني ما معناه إن الجن ما ينفعش ما يعرفش يعمل كده، إيه تعقيب حضرتك؟ والله يا أستاذنا إحنا دي مش واقعة واحدة، إحنا حصل عندنا 8 وقعات وفي شقتين مش في شقة واحدة. يعني أنت يا بسام أنت مهما حد رجل دين أو كده يحاول يقنعك بأن مسألة الجن دي عبارة عن وهم وأن المسألة ليها تفاعلات مثلا كيميائية أو شيء من هذا القبيل، مش يعني ثقافتك أنك يعني مش هتقدر تصدقه، صح؟ والله يا أستاذنا أنا من بعض المشايخ من أزهر دخلوا وقال لك ما فيش جن يولع. ما فيش جن يولع، طب عرفوني يا جدعان إيه اللي بولع؟ يعني هو الوقت بيقول لك ما فيش جن يخش يولع دوت المشايخ من الأزهر، ولما دخلوا بعد ما هم يمشوا الولعة بتحصل. طيب على كل حال ما احنا نقعد نتكلم للصبح، ده جان ولا مش جان والولعة بتحصل وانت بتقول بتيجي من الجناب، يعني موضوع كبير ممكن ناخد حلقتين ثلاثة من 90 دقيقة، فاحنا ايه هنكتفي بهذا القدر وربنا معاكم. وعلى فكرة واحنا بنتكلم على الهواء مباشرة وزارة الداخلية تواصلت معانا وقالت انه الحماية المدنية في الدقهلية يعني هتتواصل معاك وهتحاول تساعدك على الأقل في معرفة الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق في بيتك بالقاس بالدقهلية. شكرا لبسام سلطان وشكرا للشيخ صبري عبادة مستشار وزير الأوقاف. وأخيرا عشان أبتدي أستقبل ضيوفي في البرنامج النهاردة هنروح لأسيوط، هنتعرف على حسام بكر، هو من أسيوط ويعاني من صدور الأحكام ضده على مدار 8 سنوات. هو معايا على الهوى حسام؟ طيب حسام مش موجود حاليا، يمكن نتكلم معاه في وقت تاني. بعد الفاصل هيبقى معايا الخبير الاستراتيجي اللواء أركان حرب ناجي شهود اللي هنتكلم معاه النهاردة عن قاعدة اللواء محمد نجيب العسكرية، وهي زي ما قلنا من شوية أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، وهنفتح حوار حوالين أهمية هذه القاعدة في المنظور الاستراتيجي العسكري المصري، وهنتحاور أيضا معاه عن حفل تخرج الكليات العسكرية اللي كان بحضور الرئيس السيسي ووجه من خلاله كلمة حملت الكثير من الرسائل سواء للداخل أو للخارج. طيب دلوقتي هسيبكم مع تقرير عن الرئيس محمد نجيب، أول رئيس للجمهورية بعد ثورة 23 يوليو، واللي تم رد الاعتبار له النهاردة بإطلاق اسمه على القاعدة العسكرية في مدينة الحمام. نتابع مع بعض تقرير محمد حكيم. بكل تأكيد هو نصر عسكري كبير لمصر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرضها أكبر قاعدة عسكرية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، لكن المؤكد أيضا أن إطلاق اسم الرئيس الأسبق محمد نجيب على هذه القاعدة هو انتصار تاريخي مهم وإغلاق لجدلية استمرت لأكثر من 65 عام. فإلى جانب قيمة قاعدة نجيب في تعزيز قدرة القوات المسلحة على حماية التجمعات السكانية والمنشآت والمشروعات الاستراتيجية الواقعة غرب مصر، جاءت تسمية القاعدة باسم محمد نجيب ومشاركة حاملتي الطائرات المستر لجمال عبد الناصر وأنور السادات في افتتاحها كرسالة واضحة بإرساء ملامح صفحة تاريخية جديدة تتجاور فيها أسماء الرؤساء الثلاثة رغم خلافات الماضي. ومحمد نجيب هو الأب الروحي لثورة يوليو، فبعدما تشكل تنظيم الضباط الأحرار على يد عبد الناصر ورفاقه أرادوا أن يجدوا قائدا للتنظيم يكسبه قيمة ويجذب له تأييد باقي الضباط، فوقع الاختيار على صاحب السمعة
والتاريخ العسكري المحترم اللواء محمد نجيب الذي عرض عليه الأمر فوافق عليه مباشرة وقاد التنظيم حتى قامت الثورة وأسقطت الملكية وأعلنت الجمهورية في 18 يونيو 1953 ليصبح اللواء محمد نجيب هو أول رئيس لمصر. أيها المواطنون، لنقف جميعا لمبايعة الرئيس اللواء أركان الحرب محمد نجيب رئيسا لجمهوريتنا. بعد ذلك بشهور ظهر الخلاف الأشهر في تاريخ السلطة في مصر بين الرئيس نجيب من جهة وأعضاء مجلس قيادة الثورة بزعامة عبد الناصر من جهة أخرى، خلاف انتهى في مارس عام 1954 بعزل محمد نجيب وتحديد إقامته في فيلته بالمرج حتى توفي في عام 1984، لينقسم المتابعون لتاريخ السلطة في مصر إلى فريقين، الأول يؤيد عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة والثاني يتعاطف مع محمد نجيب الذي غاب ذكره عن المناسبات والاحتفالات العسكرية طويلا، إلا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير بإطلاق اسم اللواء محمد نجيب على القاعدة العسكرية المصرية الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط كان بداية لصفحة تاريخية جديدة يكتب فيها أسماء رؤساء مصر الثلاثة الأول نجيب وعبد الناصر والسادات في سطر واحد. Thank you.